اليوم في ليالي الكويت، الفنان القدير محمد المنصور والنجم حسين المنصور. مساكم الله بالخير ومشاهدينا، وحياكم الله معنا وحلقة جديدة من ليالي الكويت. مساء الخير عبد الله. مساء الخير غادة، مساء الخير عليك وين ما كنتوا تتابعونا أكيد في هذه الحلقة من ليالي الكويت. ومثل ما شفتوا اليوم شوي حلقتنا راح تكون حلقة فنية، راح نتكلم أيضا أكيد عن الجهود اللي قاعد تقوم فيها الدولة لتصدي لفيروس كورونا. أكيد اليوم أعلنت وزارة الصحة عن 17 حالة إصابة جديدة ليرتفع عدد الحالات ل 225، واليوم أيضا أعلن معالي وزير الصحة الشيخ باسل الصباح عن شفاء 8 حالات ليرتفع عدد الحالات اللي تشافت ل 57 حالة. نتمنى إن شاء الله السلامة للجميع ونعدي هذه المرحلة على خير بإذن الله. إن شاء الله تعدي غادة هالمرحلة الصعبة اللي قاعد تواجه العالم كله، بتضاف جهودنا كل إخواننا يلتزمون أكيد بالإرشادات والتعليمات اللي قاعد تصدر من الجهات المعنية. أكيد كلها نبي نظل نذكر بأن تأخذون المعلومة من مصادرها رسمية. ودي أتكلم بعد عن موضوع الجهود اللي قاعد تقوم فيها الوزارات المختلفة، الصحة البلدية، المطافي، عندنا الداخلية الخارجية، كل هالجهود اللي كنا نتكلم عنها في الفترة السابقة لإجلاء المواطنين اللي كانوا خارج الكويت، والحين قاعد نشوف هذه الجهود قاعدة يعني نشوفها بعيننا. الحمد لله والطائرات بلشت توصل، لكن نبي تظل هذه الجهود كلها محل تقدير حق الناس. يعني اليوم لا يينا أحد ويتكلم عن هذه الجهود يخليها محل سخرية، يقلل من شأن هذا المجهود الكبير والجبار اللي قاعدين يبذلونه كل الشباب والبنات اللي قاعدين يعملون فقط لخدمة القادمين لدولة الكويت. فنتمنى منهم أنهم يلتزمون بالقواعد والقوانين المنصوص عليها واللي هي أصلا لسلامتهم. في مجازفة اليوم من الأخوة ترى بالطيران المدني اللي جاي يروحون لهذه الدول الموبوءه واللي فيها حالات كبيره، فلما يطلعون لكم بالطياره وقاعدين يعني يبون كل الكويت معززين مكرمين اكيد، وهذا حقكم كونكم مواطنين لدوله الكويت، لكن لما تيته بتصور فيديو اليوم خل عندك مسؤوليه قبل ما تصور فيديو. بدي الكلمه الطيبه وبدي كلمه الشكر، ويعني حتى الطيارين والكابن كرو كلهم يعطيهم الف عافيه، لان هم قاعدين ايضا يجازفون، لان احنا عارفين ان اللي جايين أكيد من بينهم مصابين بهذا الفيروس، فيعطيهم ألف عافية كل العاملين في كل المجالات، ونتمنى منكم التقدير لهؤلاء الأبطال. حبينا بعد نذكر مشاهدينا بأن باكر بإذن الله تلفزيون دولة الكويت وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية راح ينقل لكم يوم السبت اللي هو بكرة 28/2020 عبر القناة الأولى وقناة إثراء انطلاق الحملة الخيرية فزعة للكويت، فتابعوها على القناة الأولى وإثراء. نعم، هذه الحملة غادة تشارك فيها 30 جمعية ومبادرة خيرية كويتية دعما للجهود الحكومية المبذولة في مكافحة هذا الفيروس للعمالة المتضررة أيضا. يعني في تمام الساعة الواحدة للساعة 4 راح تتم يعني هذه العملية، هذه التبرعات إن شاء الله اللي كلها تكون حق يعني الإخوان الموجودين داخل الكويت اللي كل الحاجات الخاصة أكيد ضمن هذه الحملة للتصدي لفيروس كورونا. نعم، ومن ضمن القطاعات المهمة جدا واللي قاعدة تسوي دورها على أكمل وجه هي الإدارة العامة للمطافي اللي حرصت على توفير جهاز لفحص العاملين فيها ضمان سلامتهم وعدم إصابتهم بفيروس كورونا. علشان نتكلم عن هذا الموضوع بصورة أكثر تفصيل، يسعدنا يكون معانا مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد ركان المكراد. مساك الله بالخير وحياك الله. مساك الله بالخير يا أهلا وسهلا أخت قادة وأخوي الأخ عبد الله، أهلا وسهلا. حياك الله، الله يخليك. فريق خالد، بالبداية نبي نتكلم عن هذا الجهاز، احنا يعني انتشرت الأخبار بأن اليوم موجود عندكم جهاز فحص الكورونا، خلينا نتكلم على هذا الجهاز. بداية اسمح لي أن أتقدم لكم لجهودكم اليومية اللي هي متابعة من جميع أهل الكويت، أشير إلى أن دور الإدارة العامة للإطفاء ما هو إلا دور مجموعة أدوار تقوم فيها جميع الجهات الحكومية والأهلية. أنا أعتقد في هالفترة ما ظنتي في أي جهة حكومية أو أهلية أو على المستوى الشخصي ما في أحد ما فزع وقاعد يؤدي دور في هذه الأزمة.
فحنا في الإدارة العامة للإطفاء ما حنا إلا من ضمن فزعة وجهود مجتمعية سواء على المستوى المحلي أو الأهلي. بالنسبة للجهاز اللي وفر، هذا وفر ولله الحمد أخيرا من خلال الإخوان في وزارة الصحة، حيث أن تعاوننا معهم وثيق، ومثل ما أنتم عارفين الإخوان في وزارة الصحة هم اللي عندهم القيادة لإدارة هذه الأزمة، لأن أزمة وباء، وإن شاء الله بجهودهم وبجهود وتضافر الجميع راح تعدي، وإن شاء الله راح تنجح الكويت في التصدي لهذا الوباء. الجهاز هذا ما هو إلا من ضمن سعي الإدارة العامة للأطفاء بتوفير الحماية الشخصية لمنتسبيها، خاصة في مراكز الأطفاء، حيث أن لهم وعليهم مسؤولية كبيرة في التعامل المباشر مع الحوادث لضمان سلامة الأرواح والممتلكات. نعم، يعني هذه من الإجراءات الرائعة جدا، وجود مثل هذا الجهاز عندكم لفحص رجال الإطفاء اللي فعلا مو قاعد يقصرون. وحابة أتكلم بعد إذنك فريق خالد عن التعاون المستمر بينكم وبين كل قطاعات الدولة، خصوصا وزارة الصحة، اللي شفنا أيضا أن كان هناك تنسيق بينكم وبين الصحة لتوزيع الأدوية على المواطنين. نعم، خلال فترة الحظر كان هناك عائق أمام أعداد تقدر فوق أعتقد 250 ألف من اللي يأخذون علاج بصفة دورية مثل العلاجات الأمراض المزمنة. نعم. فمن ضمن التعاون وسعي الإدارة العامة للأطفاء تسخير جميع إمكانياتها المادية والبشرية، قمنا بمساعدة وزارة الصحة بناء على التعليمات التي صدرت إلينا من سيدي وزير الداخلية، وزير نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، بأن يتم كل جهة تحاول أنها تشيل أي عبء ممكن عن وزارة الصحة على أساس تقوم بدورها الأساسي للتصدي لهذا الوباء. ومن هذا المنطلق ومن خلال الإمكانيات المتوفرة لدى الإدارة العامة للإطفاء ورغبة القطاعات الأخرى غير قطاع المكافحة الذي من ضباط وضباط صف اللي ما عندهم عمل في الفترة الحالية سواء في قطاعات الوقاية أو الشؤون المالية والإدارية أو تنمية الموارد البشرية، هذول الضباط يعني كانوا على يعني استعداد كبير أنهم يقدمون أي شيء. فاتفقنا ولله الحمد على تحمل مسؤولية أن تقوم الإدارة العامة للإطفاء بتوزيع هذه الأدوية، وهي مسؤولية كبيرة للأمانة. سخر لها أكثر من 250 آلية تابعة للإدارة العامة للإطفاء وأكثر من 400 متطوع، متوقع أن تبدأ الحملة إن شاء الله يوم الأحد، ومتوقع أن يتم صرف ما مجموعة 6000 وصفة يومية لجميع مناطق الكويت، على أساس أن نخفف الضغط على مستشفيات الكويت ونقول للمواطنين أنت خليك ببيتك، علاجك راح يوصلك، العلاج اللي يكفيك لمدة شهرين. هذه مسؤولية كبيرة، أتأكد أن أبنائكم في الإدارة العامة للإطفاء على قدر المسؤولية أنهم يؤدونها بالوجه السليم، وإن شاء الله تخفف العبء عن المراجعين وعن حركة المراجعين في المستشفيات وفي الشوارع. نعم، إن شاء الله يا رب. إحنا أيضا سمعنا عن تطوير الآليات اللي راح تستخدمونها إن شاء الله في التطهير، كلمنا شوي عنها فريق خالد. صحيح، مثل ما أنتم عارفين إحنا عندنا آلياتنا هي تنقل المياه، وعندنا آليات كثيرة في بهذا الخصوص. فكان هناك جهد من أبنائكم في الإدارة العامة للإطفاء في القطاع الهندسي بأن تم تعديل بعض الآليات لنقل المياه بحيث أنها تكون جاهزة في حال رقبة وزارة الصحة أو بلدية الكويت في تعقيم شوارع أو ساحات، يوجد عندنا آليات للساحات المقلقة وللشوارع المفتوحة، وحنا طورنا هذه الآليات وصنعناها بحيث أنها تكون صالحة للتطهير، ويستخدم واحدة من هذه الآليات حاليا في المحجر الصحي الموجود في مطار الكويت اللي يستقبل العائدين مؤخرا من الخارج. يعني تم تفعيل هذه الآليات اللي قاعدين نشوفها مع حضر مع كل المشاهدين عبر ليالي الكويت، تم الاستعانة فيها فعليا فريق خالد؟ نعم، هي الحين واحدة منهم موجودة في مطار الكويت الدولي،
وكل ما تجي طائرة وكذلك مسافرين يتم تطهير هذه الساحات بناء تحت وبناء على تعليمات وزارة الصحة وبإشرافهم طبعا. نعم، قواكم الله على كل هالجهود اللي قاعد تقومون فيها، ما قصرتوا. يعطيك ألف عافية على مشاركتك ومداخلتك معنا، مدير الإدارة العامة للأطفاء الفريق خالد المكرات، شكرا لك. حياكم الله، يا أهلا وسهلا. يا هلا مرحبا فيك فريق خالد، وشكرا لهذه الجهود. يعني صراحة شيء رائع أن يكون الكل قاعد يجتهد علشان يقدم اللي يقدر عليه، وأكيد الفنانين جزء لا يتجزأ من نسيج هذا المجتمع، والكل فيهم حاب أن يقدم الرسالة اللي يقدر عليها، واللي أيضا تنقل لكل المشاهدين ولكل العايشين على أرض الكويت رسالة مهمة جدا، وهي البقاء بقوة والبقاء بثبات والبقاء داخل المنازل والبقاء بسلام. أكيد يعني دائما من الأسماء الكبيرة اللي دائما كانت من بداية الأزمة قاعد تتكلم عن هذا الموضوع هو صوت الكويت، الفنان الكبير نبيل شعيل، دائما يحرص أنه يقدم أي رسالة فنية تخص الوطن. نشوفه موجود اليوم وهو قدم رسالة فنية جميلة بعنوان ثابتة هالديرة، وهي من كلمات علي بقيط وإلحان عبد العزيز أكيد لويس. فنبي نرحب الحين في هذا الاتصال بالفنان القدير والكبير نبيل شعيل، مساك الله بالخير. يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله. هلا وسهلا فيكم، مساك الله بالخير ابو شعيل، وحضرتك دائما اول باول ايا كانت الفزعه انت اول واحد تكون موجود دائما. حبيبتي، هو اليوم 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 الواحد خلاص اليوم اصبح الموضوع، يعني انا دائما بدي اوجه رساله يعني من خلالكم. تفضل. اليوم ما في مجال الواحد يتشره ولا يتامر ولا يذم احد ولا شيء، اليوم كلنا لازم نكون صف واحد نتقبل كل شيء، كل الاوامر اللي تفرض علينا. صحيح. وكل هذا لمصلحتنا، ونترك الناس تشتغل وتحافظ على امننا واستقرارنا وصحتنا في بلدنا الكويت الحبيبه. اليوم كثير من الدول يحسدوننا، والله العظيم كثير الناس يعني حاسديننا على الخدمات اللي قاعد تقدم لنا كمواطنين. يبقى الباقي علينا احنا ككويتيين وكناس، يعني نترك المجال. احنا اليوم في بيوتنا، انا الحين صار لي بالضبط شهر ما طلعت من قبل الحجز، انا حاجز روحي ولا طلعت. ولعلمك صار عندي مشكله الحين، لو عندي انا حتى الاغنيه هاي ترى على فكره سجلناها كل واحد في بيته، يعني انا ركبت شغلت استديو مالي صلحت، قعدت اتذكر شلون اسجل، رجعت وطلعت ميكروفونات، يعني اختراعات، حطيت فلين عشان اسوي عزل، يعني والله قصه علشان شويه نستفيد من التكنولوجيا ابو شعيل. لا هذا والتكنولوجيا موجوده. بعدين اليوم انا اللي همي همي هم الوحيد هو ستاف اللي قدام، ستاف الاول هذا اللي قاعد يخدمنا، وقاعد اكو ناس ما راحت بيوتها ادري للحين وما شافوا عيالهم، هذول هم عندهم اهل، عندهم عيال، عندهم اسر، والله العظيم نعجز عن شكرهم، هذول نحطهم على راسنا، والله نركض فيهم، والله ما 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 نحكي زاهم. وهم كلهم والوزراء والحكومه وابونا العود طبعا ما يحتاج، اللي قال عيالي عيالي طلعت ذاك اليوم لنا والله عورت قلبنا، لكن احنا يبقى اليوم دورنا قاعدين مرتاحين في بيوتنا نركض نقعد. أيوة. يا اخي سوي لك حرفه ببيتكم، يعني وايد اشياء ايش حقه وعد وعد. انا بعض شبدي هل يطلع اللي يقول تمللنا والله غلقه بس يا اخي تسلوا، قاعد تطقطقون وانتم تضحكون على كالآل. بعدين اليوم المشكله كبيره، لازم احنا ننتبه لنفسنا، نرد لديننا، نرد نقول ها يعني ونذكر والله خلاص ما يحتاج هذا اللي قاعد يصير، والله العظيم اوفر، ترى الموضوع جلل يعني مو شيء بسيط. صحيح. العالم كله وامريكا بكبرها وقفت، الدنيا كلها راحت. زين يا اخي الكعبه ما حد يقدر يصلي، لا صلاه يمعه، لا صلاه فيه تقام فيها، لا حد يقدر يروح عمره. متى نحس؟ متى يصير عندنا احساس؟ متى التبلد هذا؟ فاليوم انا لما جيت سويت هالاغنيه حتى ربع قالوا خلينا نخليها لباكر، قلت ماكو لباكر الحين خلصت طلعوها. انزين كلمنا عنها وفيها طاقه ايجابيه جميله جدا. انا حبيت اشكر الناس اللي اشتغلت بحكم يعني هالشباب هاللي تطوعوا، هالشباب اللي جازفوا باعمارهم، هذا مرض تخيل البس كمام، يعني اللي حامي من هالمرض هالكمام، الله يحفظهم وادعي لهم. يبقى اكو شيء واحد، انا اركض في بيتي وادعي لهم ليل نهار ان الله يشافيهم ويفك هالقمه عنا وعن جميع المسلمين وعن جميع العالم، قضيه كبيره. الأغنية هذه من باب تشجيع أو رفع المعنويات للستاف اللي في الصف الأمامي اللي هم بالواجهة،
اللي قاعدين يخدموننا واحنا قاعدين معززين مكرمين في بيوتنا، جزاهم الله خير. وثاني نوجه رساله ثانيه، الحجز الجزء البسيط هذا اللي مخليه لك بالنهار حق طلعتك للحالة اليوم، خصص لك شخص يطلع من البيت. انا خليت واحد سايق عندي، واحد ألبسه كمامه وشغله، لا يا ما يدش يعقمونه برا وينظف الاغراض وتالي يدشون. ليش؟ عشان احافظ على حوالي، صحيح، والثاني حافظ على اللي حواليه عشان ما ينتشر الوباء. خاصه اكو بيوتنا فيها ناس كبار، فيها ناس عندهم صحتهم على قد حالهم، فلازم نحافظ عليهم وعيالك يا اخي. صحيح صحيح كلامك يعني كله صحيح. فنبي بس يعني بس كلمنا عن العمل الفني، يعني قلت كل واحد سجل دوره ببيته، شلون تم العمل والاتفاق وكل شيء؟ مكتوب ان العمل صحي جدا يعني. يعني كلمنا عبد العزيز قال لي عندي كذا كذا، قلت له كان المفروض كان في تكليف من جهه معينه وما صار نصيب، قلت له مو مهم الحين انت، قلت له حبيبي انا مستعد. ما انا طول عمري انسى التكليف، الاغنيه سوها خلصني سوني. فقال لي اوكي، فرحنا طبعا اشتغلوا فيها، والموزع ببيتهم ودى الاجهزه بيتهم وهم من قبل الحجر واشتغلوا ببيتهم، وانا قد دزوا لي الاغنيه عن طريق طبعا الانترنت، طبعا هذه التقنيه الجديده، وركبت الصوت ودزيت لهم صوتي وعدلوا وصنعوا، وبعدين راحوا جابوا الفوتج مال الفيديو وركبوه وحطينا المشاهد وخذناها ونزلناها. جميل. نبي بس هذا جزء بسيط بسيط لا يذكر لرد يعني للعرفان بالجميل للاستاف اللي انا ودي اسوي كل شيء لهم، ويعني الله يعني. أيوة. وعلى راسهم طبعا وزير الصحه وزير الداخليه ووزير التجاره وكل الحكومه، وكل الحكومه ما قصروا، وزع الدفاع قبل شوي انت المطافي قاعد يشتغلون، كل من عنده شيء يسوي ما ينطر. انا ضد يعني كل واحد لازم يبادر، لا ينطر، كلنا لازم بادر، كل واحد يبادر يبدي بنفسه. الكويتي بالشده يبين، هم هذا الشيء دايت يبينون. وعلى فكره هاي مو اغنيه الاولى، في اغنيه ثانيه باكر ان شاء الله، اغنيه ثالثه عقب باكر او بعد يومين. والحلو بشعلكم يعني ما نزلتوا اي مشاهد خارجيه فيها، يعني التزمتوا ايضا بفتره عدم التجمع والحظر. وعلى فكره اشكر اللي مسوين الفوتج التصوير، الشيء هذا الشباب اللي صوروا عطونا اياهم حصري وموافقتهم وما قصروا، جزاهم الله خير. ما قصروا جزاهم الله خير حق بلدهم الحبيبه الكويت. وهذا قلت لك يبقى هذا كله ولا شيء من اللي قدمونه الاستاف الاول، الصف الاول، ما نقدر نلحق جزاهم، ما نلحق جزاهم. وبعدين احساسك واصل ورسالتك واصله. اوجه كلامي حق الناس اللي تطلع تتذمر اليوم، في فئه بسيطه وهذا في كل مجتمع موجودين، في شواذ، وهذا لا نعيرهم اهتمام، لا نعطيهم الاهتمام الزايد. صح. نقعد نطقطق عليهم ونسوي ونسولف عنهم ونقول عنهم، خلاص تركوهم كيفهم، في حكومه هي تحاسبهم. صح. يعني اليوم يطلع واحد يخربط ولا فلانه تقول وكذا، ترى هذا ما له داعي، اصبح من التسليه، الناس تتسلى، خلي تسلون بس ترى ما في مشكله واحد. لكن احنا شو نقول؟ ليش هذا الشيء سلبي في حياتنا؟ احنا طول عمرنا نقدم، ودائما الكويتيين دائما في الشده دائما يبين معدنهم الاصلي، ودائما يكونون قدوه للاخرين. فخلونا مثل ما احنا مثل الناس قاعد تشيد، والله ياكو ناس يتمنون يعيشون عندنا بهالايام، والله العظيم حاسين على اللي احنا فيه. يبقى شنو نقول؟ نحمد ربنا بس، نحمد ربنا، الحمد لله ربكم. وما ادري اهل الكويت ترى فيهم خير وفيهم أكيد. يعني فيهم طيبه فزعه، نعم، ما يقصرون وفيهم فزعه، لكن هالشواذ الله يعيننا عليهم، هذه موجوده في كل مجتمع، نتحملهم بالنهايه هذول عيالنا، نتحملهم ونشد على ايديهم ونحاول اللي يخطينا نحاسبه وحساب شديد. ها وبعدين يصير خير، تخلص هالمهمه وبعدين يصير خير، لان رب الكويتي بايام الترف لا تنقل لا تشرح على كيفه. الحين بين الكويتي كام، شوفهم قاعدين ما تعرف من من لا منه لا مله لا طائفيه لا شيء، كلهم صاروا الكويت واحد. صح كلامك، مشكور وايد استاذ نبيل شعيل. لكن انا عندي هذا من قلب محب اكيد، واصله الرساله، واصله نبره صوتك واضحه جدا. اهلي الكويتيين اهلي، انا ما اتكلم بحرقه لان احبكم، اموت عليكم يعني، واحبكم دائما تكونون في القمه. اكيد الكويت تستاهل وشعيل، يعني الكويت هي حضن بالنسبه لنا، وهي بشت اكيد كبير، وهي كل شيء، فالواحد لازم يعطيها الوطن، ما نقدر نعيش بدونها ولا ها. انا عارف كم واحد الحين برا والله قلبهم يفرفر على الرده، بس عندي يقعدون مو بالحجر، يقعدون 20 30 يوم شهرين بس، يقول لك خل ارجع ديرتي.
إن شاء الله يرجعون لنا بالسلامة كلهم وتكتمل بإذن الله الكويت كلها بأهلها. تنور الصبر، نصبر، ما نتذمر. اليوم ما في مجال للتذمر، ما في مجال هذا سوالي هذا حط لي، ما في، خلاص أبلع العافية. بس مشعل، المشاهدين الحين ما فيهم صبر، يبون يشوفون الأغنية اللي تكلمنا عنها. نشكرك على اتصالك، ما قصرت. شكرا جزيلا، شكرا لكل اللي يشتغلون علشان يقدمون رسالة خاصة لكل أهل الديرة في هذه الأوقات الصعبة. راح نشوف معاكم أغنية ثابتة هالديرة، ونرجع بعدها. طبعا اليوم منوريننا داخل الاستوديو الفنانين الكبار محمد المنصور وحسين المنصور، فخلكم معانا بعد أغنية نبيل شعيل. يعني لازم الواحد يعزمك على المطعم علشان نتشاوف، ما يصير ننتقل بالبيت مثل الأوادم. هناك علاقة كبيرة وحتمية بين دور الفن في أي مجتمع من المجتمعات وحركة هذا المجتمع وتطوره، وهذا ما حرص عليه نجومنا الكبار في الكويت لتأصيله وتوثيق قواعده. صراحة أنا سعيد جداً أن يكون عندي كوادر إعلامية شبابية مثلكم. الله يوفقكم إن شاء الله، أنا أذنكم. لذلك جاءت الأعمال مواكبة لقضايا مجتمعنا ولامست أهمها بواقعية الحدث وبدقة مضمونه. لذلك كان وما زال دور الفنان كبير في توعية الجمهور في أي قضية مصيرية قد تواجهه. ومن هذا المنطلق سيكون الحديث مع الفنان القدير محمد المنصور والنجم حسين المنصور في ليالي الكويت. حياكم الله مشاهدينا، رجعنا نتواصل معاكم. مثل ما شفتوا معانا اليوم الفنانين الكبار محمد المنصور وحسين المنصور، مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير، يا مساك السرور. حياكم الله، مساكم الله بالخير، وسعداء جدا بوجودكم. وابو عبد الله، بعد غيبه طويله عن اللقاءات التلفزيونيه اخيرا نورتنا وشرفتنا داخل الاستوديو. والله يسعدني، شرفني اني التقي معكم من خلال بيتي الثاني او الاساسي طبعا، تلفزيون الكويت، نطلق منه ونبث منه ونعطي من خلال هذا التلفزيون الكبير المعطاء. وإن شاء الله سنستمر ونتعاون مع بعض ونقدم إن شاء الله بعض البرامج إن شاء الله. إن شاء الله. طب إحنا قاعد نشوف يعني التجهيزات والتحضيرات اللي يعني الخاصة بهذه الفترة اللي قاعد نعيشها إحنا بالكويت، يعني ما شاء الله قاعد نشوف الالتزام يوم عن يوم يعني يزيد، والناس يعني تلجأ إلى الوقاية في فترة انتشار فيروس كورونا. فكلمونا عن أجواءكم اليوم، إحنا وصلنا للحظر الجزئي،
تلتقون مع بعض تشوفون بعض؟ والله صراحة يعني من صارت الأزمة ما نلتقي ببعض. الزوارة تكون زوارة الأهل كل ثلاثة عند محمد. هذا قبل. بس انقطعنا طبعًا الحين ما كله بين تلفون والاتصالات وبس شلونك عزك طيب. بس لازم نلتزم يا أخي. هذا قانون وكل مفروض يطبقه. واللي ما يلتزم يعني يطبق عليه القانون يا أخي. ما في أي شيء. سواء كنت مواطن ولا وافد. مواطن يطبق عليك القانون اللي قالوا عنه ولا السجن. علشان يرتاح. الوافد ما يحترم قوانين هالدولة أحط مكان لقاية ما تستقر الأمور أسافر خلاص ما فيها. هاي بلد هذه قوانين ديرة والناس قاعد تتعب وتشتغل وإحنا نيجي برد مبردة لا نسمع ولا. يا أخي اللي ما يسمع الكلام الصراحة هذا إنسان جاهل ما يحترم نفسه ولا يحترم غيره ولا يحترم ديرته. وبالنسبة للوافد ما يحترم الديرة اللي يأكل منها عيش. فلله الحمد أنا وأسرتي كلنا مواظبين وملتزمين وقاعدين بالبيت. الله يحفظكم إن شاء الله. أبو عبد الله شنو تقول يعني اليوم حتى إحنا محافظين بين المسافات بيننا هني في الاستديو نطبق التباعد الاجتماعي خلال هذه الفترة. كم شبران تحسبهم بالشبر؟ يعني أنت في بلد يحترم القانون بلد سيادي وإحنا لازم نلتزم في خطاب صاحب السمو والله يحفظه ويطول بعمره. يعني احنا خلينا نحتذي فيه هذا النبراس هذا الحكيم هذا الانسان يعني. وعفوا محمد وصى على عياله وصى احسن توصيه لابنائه والمقيمين والزائرين في نفس الوقت. نعم. على اساس انهم يحافظون على هذا البلد الخير. الله حبانا بهذا الجمال بهذا العطاء بهذا الخير بهذا القانون بهذه الصحة بهذا المال بهذه الثروة يجب نحن نحافظ عليها. احنا طبعا يعني الناس تحسدنا العالم كله يحسدنا من خلال هذه البلدة صغيرة ولكن كبيرة في عطائها كبيرة في إنجازاتها. يعني يكفي أنت من خلال هذا الغزو لما الله لا يعيده مثلا يعني شوفه من خلال 7 شهور ردينا ديرتنا بلدنا. إحنا بإمكاننا أن نهزم هذا العدو مثل ما يقولون أن العدو هذا العدو ترى ضعيف مو قوي بمعنى لأن هذا أنت بإمكانك لأن أنت عارف خطته وعارف شنو هي القوائم أو شنو هي أساسياته. إذا بإمكانك أنك تختفي أو تبتعد عنه وتنظف نفسك سواء كان بالغسيل أو تحتمي في نفسك في بيتك يعني مثل الصين من خلال 7 شهور وانتهوا من هذه القضية. إحنا بإمكاننا إن شاء الله خلال شهر ولا شهرين تنتهي المسألة. يعني تعتبر الإجراءات اللي تمت عندنا بالكويت إجراءات صارمة جدا وعلى أعلى مستوى في العالم كله. يعني شفنا دول أخرى دول كانوا يقولون عن نفسهم أنهم ناس متقدمين ودول العالم الأول لقينا أن الوباء هذا قضى عليهم بشكل غير طبيعي. شوف احنا هو الاستهتار بس لله الحمد. احنا نقول حق شبابنا دائما يا جماعه الخير يعني شباب احنا نأول عليهم انهم يحافظون على بلدهم ولازم يصير في نوع من الانتماء العدل الصحيح. هذا بلدهم يقول شيئان لا يمكن لهما الاعاده الموت والولاده. انت ما انولدت في مكان ثاني انولدت هني فما راح تنولد في وطن آخر صح. في بلدك إيش حبه احترم قوانين كلمتين هم أساس. الواحد يقول أنا بالشخصية أنا أقول الحمد لله أني أنا كويتي الحمد لله أني أنا كويتي بهالأرض طيبة. شنو اللي ما سويته لنا الكويت من انولدنا لقاية ما الله يأخذ أمانتنا؟ شنو اللي ما سويته؟ شنو بهالأزمة هذه اللي قاعد يعني تحط المليارات وتحط الكويت ترى ما تعالج نفسها تعالج نفسها وتعالج غيرها صحيح. شوف الكرم شوف الإنسانية لله الحمد وإحنا بديرة الإنسانية لله الحمد. لا الكويت يعني مثل ما يقولون باعت كل شيء واشتغلتنا يعني إحنا اليوم أيوة أول على الناس عليك مو مطلوب منا شيء المطلوب بس إننا نقعد في البيت يعني هذا كل المطلوب
بس هو شنو الداء هذا مثل النار، مثل النار تفرق، خلينا نتفرق عنه عشان ما يشوف، ما يلقى من يشعله مرة ثانية، ما يلقى، خلاص نتفرق نقعد ببيوتنا أسبوعين ثلاثة أسابيع، ولا تخلون الدولة وتخلون الحكومة تضطر تخلي الحظر كلي. احترموا نفسكم ولله الحمد. أنا بالنسبة لي أعوذ بالله من كلمة، أنا شفت شبابنا وشفت بناتنا وشفت هذا أيام التسعين القزو وشفتهم الحين ما شاء الله عليهم، صد شباب عند ويهك شد صج العقالة فزعة أهل فزعة صج العقالة مال الشدايد الأهل الكويت أو مال الشدايد لحجة حجايجها مال الصلايب الأهل ما شاء الله تشوفهم شباب صغار وكبار وقاعد يشتغلون وقاعد يكرفون، اللي تلقاه بالمطار واللي بمحاجر واللي ما اعرف ايش وما ادري وين بالمستشفيات ضباط ودكاتره وكل الفئات هذول ينحطون على الراس. هذول قاعد يشتغلون لمصلحتنا. يا ريت بعض الناس اللي جايين من برا اسمحوا لي اقول هالكلمه هذه، يعني شفنا بعض الفيديوهات، يعني واحده مثلا لقيت بقعه هالكبر والله هالكبر بقعه قهوه تقولوا تصور واي شوفوا وين حاطينه شنو صخ ما ينظفون. يا بنت الحلال هذول يشتغلون مصلحتك ما يشتغلون عندك، شلون ينظفون؟ اعتبري نفسك يا بنت الحلال بالطوحه، اذا انت كويتيه وتحبين ديرتك اخذي دي حاطين لها المعقمات كلها والصابون اخذي هذا وفركي اللي ناسي جنطته ما اعرف ايش بيبون جنطتك شيل جنطتك يا بنت. على الأقل لا تصور إذا أنت فيك يعني عصبية أو حالة نفسية صعبة، لا تصور الحين وأنت في الحالة، يعني إحنا نقدر لا تصور وبعدين تعتذر ليش يا أخي؟ قبل لا تسوي الشيء قبل لا تصور مثل يا هال نقول لهم عقل العشرة وسو والله العظيم لا تخلط وبعدين تعتذر، يعني تبي حد يجيب جنطتك الدواء بالسفر العادة جنطة صغيرة تحطها وياك من فوق يعني الدواء هذا صح. نسيت روح يجيب جنطتك، ما يا أبو جنطتي الجنطة شوفوا شلون قاضينا، انطر يا اخي انطر، ترى هذول يشتغلون لمصلحتك ويا ريت كل واحد يفهم هالشيء، هذول يشتغلون حادين اهلهم ومعرضين نفسهم للمرض صحيح عشانك انت تقعد تقول ما يعوج جنطتي وشوفوا هذا وصخ وشوفوا هذا عيب عيب. طيب في دائما الفنان يكون له رساله لمجتمعه ودائما ما ينفصل ابدا عن مجتمعه، انتم شنو رسالتكم اللي تحبون توجهونها للمشاهدين؟ رساله كبيره طبعا، اول ما يبدا الانسان او الفنان يعني طبعا بالاضافه الى موهبته دراسته يصقلها في نفس الوقت يقدم هذه الرساله، رساله انت قاعد تقدمها خلال هذا المجتمع، عندك مثل المراه تقول لهم للمجتمع تقول لهم يا جماعه الخير هذا مجتمعكم فيه سواء كانت السلبيات او الايجابيات، كذلك الفنان او المبدع، لان انت كل يوم ينولد عندك انت انسان بس مو كل يوم ينولد عندك مبدع. فالمبدع سواء كان كاتب او مخرج او ممثل او موسيقي او مطرب او فنان تشكيلي يشوفون الواقع، بعضهم في عنده النظرة الثاقبة المستقبلية يستشف هذا المستقبل صحيح. وما يحتويه، يعني أتذكر من خلال الأعمال اللي قدمناها حفلة على الخازوق نعم. اللي فيها يجي ابن البلد يقول والله أنا يا أبلغ الوالي عن الجراد شغلة أنت ترى هذا الجراد اللي قاعد يأكل اليابس والخضر مثل ما يقولون، فيمسكونه يحطونه بالسجن، يقول يا جماعة الخير بقول لكم أنا على شيء يعني بستشف. كذلك الفنان المبدع الكاتب يستشف أنه في خطر، في أكو أشياء يسقطها على الواقع اللي هو قاعد يعيشه، ثم ينظر إلى المستقبل وما يحتويه. أهو مو منجم بقدر ما هو طبعا بكثر ما هو شايف الواقع يستقرأ المستقبل يتوقع بهذه الأشياء وقد تحدث ويحدث أشياء كثيرة نعم. كذلك الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا الكون، هذه الأرض الجميلة أو هذا الوطن الأجمل، يجب أنك تقدم له كل ما عندك تفتديه. شو تفتدي به؟ تفتدي في شنو؟ في إمكانياتك سواء كانت بالاقتصاد أو بالاجتماع
أو بالسياسة بما معنى علشان تبني هذا المجتمع. كذلك الفنان رسالته كبيرة، سواء كان فنان تشكيلي، مطرب، ممثل، مخرج، كاتب، مبدع. أنت قاعد تقول لهم يا جماعة الخير، قاعد أنا أقول لكم هذه القضايا الموجودة داخل المجتمع، انتبهوا. أنا مو شرط أن أعطيك حل، لأن هناك رجال لكل الدولة مثلا فيها سياستها وسلطتها قاعدة تقدم لك هذه القوانين وفي من يدير هذه القوانين. أنت تدخل من خلال أو نسق، يصير في عندك نوع من التكاتف. صحيح. يعني الحياة كلها مثل مثلث متساوي الأضلاع. نعم. ثلاث أضلاع، الضلع سياسي وضلع اقتصادي وضلع اجتماعي. ففي كل عقدين من الزمن أو ثلاث عقود تصير القاعدة، هي قاعدة تكون سياسية أو تكون القاعدة اقتصادية أو تكون القاعدة اجتماعية. فلا بد أن الضلعين الآخرين يتأثروا من هذه الحالة. فأنت كفنان تحط كل أفكارك من خلال هذه الأضلاع الثلاثة، ككاتب، كمبدع يكتب، وكفنان أنت كمخرج، عشان تقيس أن هذه المجتمعات أو المجتمع اللي قاعد نعيش فيه إحنا قاعدين نعطيك هذه القضايا. انتبه كإنسان، نعطيك القضية الفلانية 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 بالتعاون مع السلطة، مع الدولة. نعم. تقول لك والله بعض الأحيان، في بعض الأحيان الدولة تقول لك والله اكتبوا لي عن القضايا الفلانية الفلانية الفلانية، يصير في نوع من التعاون أيضا. يعني من الأعمال هذه اللي كانت تستقر، اللي بيصير عمل وخر لعاديك من سنة 84. قدمنا إحنا تذكر في مسرحية مسرح الخليج، أي 84 وخر لعاديك اسمها إيه؟ وخر لعاديك. تكلمنا عنها. مسرحية والله ما تذكرها أنا، إنما يعني المؤلف كان بحريني، المخرجة الله يقومه بالسلامة أخوي سليمان ياسين. نعم. أي أيوة والله، لأن عنده أزمة وإن شاء الله يقوم بالسلامة بإذن الله. في مسرح الخليج يعني في أكو أحداث، يعني في كذلك في عن مرض أو شيء من هالقبيل. فلذلك هذا من الجيران أو شيء من هالقبيل اللي يقعد، فيقول له ترى هذا موجود في عنده أزمة أو عنده شغلة. فهي ملتزمة فيه مثل المرض، فيقول لك حط بالك ترى هذا وخر لا يعاديك بما، أو قد تكون في مشكلة من المشاكل، يعني مثلا عنده مثل دائما يكذب أو دائما عنده كذي، هذا يقول حط بالك يعني. إيه؟ لا لا تجرب ترى إذا قعدت وياه راح تصير مثله. عشان كانت يعني هذه الأعمال ناجحة وكان فيها إسقاطات، يمكن من الأعمال الحين اللي في دقة الساعة سوينا مع حفل على الخازوق أتذكر. بعد شياطين ليلة الجمعة. صح، جميلة الأعمال. علي جناح التبريزي وأتابع وقفة، في كثير من المسرحيات. أيضا أبو منصور، يعني عندك عمل الحين ما شاء الله يعني انعرض من أربع سنوات بعد النهاية. تخيل، وانتشر الحين، قاعد ينتشر لأنه كان في نفس الأحداث اللي اليوم قاعد. سبحان الله، هذول المؤلفين أكثر من مؤلف طبعا، والمخرج اليوسفي عباس اليوسفي صديق عزيز وأخ، فيعني هو مسوي، مو مسوي حق التلفزيون، مسوي على المنتج أبليكيشن كان أبليكيشن كان على أساس إنه يسوي سيزن، يعني كل شهر حلقة كان نص ساعة ولا هذا. فبس تصور الأحداث كأنها قاعدة تصير، التعزاحم على الجمعيات ومو الشوارع وما أعرف إيش والنجدات وحضر وما شوف، كلنا قاعد يصير. هذا رسالة الفنان، كأنه له بصيص من الأمل، يعني قاعد يشوف شيء. الله يرحمه كان اللي شاطر بهالأمور، ويشوف هذه الله يرحمه الأمير التركي. نعم. دقة الساعة وما أعرف إيش، كأن أحداث قاعدة تصير، كأن أحداث قاعدة تصير لله الحمد. نعم. أنا رسالتي، أنا ما عندي رسالة، أنا جندي لهالبلد وتحت أمر هالبلد، وإن الله أعطاني عمر والله قدرني على فعل الخير بسوي وبس، والله قدرني على فعل الخير إن شاء الله. أبسط ما فيها، أبسط ما فيها، إذا نبي نساهم وإن نكون فعلا جنود لهذا البلد، إن إحنا نطيع الأوامر والقرارات ونقعد بالبيت. هذا ترى أسهل شيء. عندنا أبو اسمه صباح السالم، اللي تاج على رأسنا صباح الأحمد، صباح الأحمد يطول لنا بعمره ويخليه.
هذا تاج على راسنا، هذا ابو الانسانيه. صحيح، يكفي الله يطول لنا بعمره بس. آمين. شوف الحكمه اللي سواها. نعم، الله يطول لنا بعمره بس. آمين. يا رب. آمين. خدمه هالبلد يا رب. امين. الناس اللي قاعد تابعكم الحين هالايام، يمكن رمضان يعني شهر رمضان مبارك على يعني مشارف شهر جاي، يشوفون مدى التزامكم الحين. خلاص كل الاعمال توقفت، فشنو الحمد لله احنا خلصنا يعني الاعمال خلصنا. بس قاعدين الحين في مرحله المونتاج، يمنتجون محمد علي رود. نعم، في أعمال إحنا سمعنا أنها وقفت يعني خلال هذه الفترة، هذا أكيد تطبيق للقوانين اللي قاعد تقوم فيها. طبعاً طبعاً، كل شيء لاحقين عليه. أستاذ حسين، عندك عمل حق رمضان؟ أنا عمل خلصته اللي هو شغف مع هدى حسين. نعم. الحين كنت قاعد أشتغل في أبشر بالسعد وتوقف، طبعاً وقفنا الحين لغاية ما نشوف. كان حق رمضان؟ المفروض يكون حق رمضان. أي. بس لله الحمد. بس شنو الجدول الحين شلون صار؟ فما كل شيء بيوقف. يوقف. يمكن ما تكملون. لا ما نكمل، خلاص معذورين. عذرنا معنا. نعم. يعني إذا كنا ملتزمين مع قنوات راح تعتذر، نعتذر وتقدر القنوات اللي صاير يعني. أكيد. ما راح تتوقعون خلال الفترة الجاية راح تطلع أعمال تتكلم على هذه الحقبة اللي الحين قاعد نعيشها، عن مرض الكورونا وغيره؟ قد تكون يعني في أكو أشياء يمكن استشفوا بعض الأشياء إن شاء الله. إنما إحنا نتكلم طبعا عن عاداتنا، عن تقاليدنا، عن موروثنا. يعني مثلا في عندنا مسلسلنا محمد علي رود نتكلم عن شرف الكلمة، لما تجارنا وأبائنا وأجدادنا لما كانوا يتعاملون في التجارة بيننا وبين الهند، الكلمة عقد طبعا، شرف الكلمة. يعني أنا أحد التجار اللي موجودين من خلال هذا الشارع، طبعا على أيام لما كانت الهند موحدة قبل لا تنقسم بالاستعمار، لما قسمها كانوا اثنين اصدقاء، واحد اسمه غاندي والثاني اسمه محمد علي اقبال. فكانوا اصدقاء لما درسوا راحوا في انجلترا، عرفوا ان الاستعمار موجود، فراحوا وردوا. بالصدفه طبعا هذا صار رئيس وزراء الهند، هذا هندوسي وهذا مسلم. فانقسمت الهند الى قسمين، وحطوا طبعا الاستعمار دائما قبل لا يطلع لابد أن يسوي له شغلة علشان يصير فيه نزاع، في عندك كذا كذا، مثل ما حطوا عندنا جابوا إسرائيل وحطوها في وسط الدول العربية، حطوا كشمير بيناتهم عشان يصير فيه نزاع إلى آخره. بالصدفة مثل ما قلت لكم أن هذا رئيس وزراء الهند وهذا غاندي وهذا رئيس وزراء باكستان. فغاندي من كثر حبه لصديق عمره قال عشان نتذكرك طول العمر كله راح أسمي أطول وأحسن وأقوى شارع عندي أسميه محمد علي رود. هذا الطريق فخله. العرب طبعا استحبوا هذا الشارع، وعلى أيام طبعا طريق الحرير والتجارة سواء كان بالأيام 1930 وأربعينات بالأربعينات والثلاثينات قعدوا، خاصة الكويتيين حبوا هذا الشارع، وصارت التجارة طبعا تجارة الأخشاب واللولو الذهب التوابل إلى العطورات بما معناه قعدوا. فأنا تاجر من التجار اللي يجيب البضاعة ووديها وإلى آخره. فتحدث هذه الأحداث من خلال شارع، ما زالوا طبعا في كثير من الأسر الكويتية ما زالت في هذا الشارع وما زالوا بالهند. يعني احنا لما رحنا كيرلا تذكر في مسلسل غصات الحنين كان على ايام المرحوم عبد العزيز، احنا صورنا في كيرلا. نعم. ولقيتوا كويتيين. كويتيين اي والله قاعد في عائلات هناك موجوده. الشارع هذا يقولون كله كان كله خليجيين. وموحدتهم الكلمه، ما في لا عقود ولا شيء. ياخذون الكويتيين مثلا التمر الخشب ما اعرف ايش ياخذونه من التجار لهم، ما في فلوس، هذا كلمه يقول له لا رديت اعطيك فلوس كبير. وهي كلمه كانت واحده. احنا راح نتكلم اكثر عن يعني هذا الموضوع، عن السفر، عن حب الكويتيين للسفر، لكن عندنا تقرير يتكلم عن الاعمال الفنيه لابناء المنصور. خلينا نشوفه معكم مشاهدينا. هم تلك الصفوة الحقيقية التي رسمت على أن تكون لغة الاحترام حاضرة بين أفرادها وعن حرصها من ناحية، وبين عناصرها والآخرين من ناحية أخرى. لغة تجبرنا على الاحترام،
لغة تستمد معطياتها من عمق موروثنا وعاداتنا واحترام بعضنا البعض وتوجيب كبارنا وتقدير الأجيال. هم دائماً النموذج لتلك المعاني والقيم الإنسانية الرائعة. هم من عاهدوا أنفسهم ليمثلوا دولة الكويت أفضل تمثيل في أي محفل. هم من كانوا في الصفوف الأولى حين يستدعى الوضع. هم من خدموا بلادهم كل في مجاله. يعني ما شاء الله قاعد نشوف أبناء المنصور في يعني متطوعين في الأعمال الفنية في كل يعني مكان كنتوا في الصفوف الأولى. اليوم يعني من خلال وجودكم أنا ودي توصلوا رسالة لكل أهل الكويت اللي حاب يتطوع، اللي قاعد نشوفهم قاعد يتطوعون بأكثر من مجال، شنو تقول؟ والله شباب الكويت وبنات الكويت مو محتاجين أحد يوجههم، هم وضعهم. شوفهم خلال يعني يومين ما شاء الله اللي مني واللي مني بالجمعيات كلهم لله الحمد. احنا رحنا قالوا لي انت فيك سكر وضغط ما تصلح. كنت حاب تتطوع؟ اي عيالي تطوعوا، بنتي ولدي تطوعوا، وعيالنا كلهم ان شاء الله متطوعين كلهم لله الحمد. الله يقدرنا بخدمة هالبلد. بس عندنا فيديو نبي نشوفه ونشوف العلاقة العائلية اللي بينك وبين عيالك، نرجع لكم معاه بعد ما نشوف هذا الفيديو. حجر منزلي حقكم؟ اي هذا بالشاليه عندي. أيه. ولد اختي هذا. اي هذا صديقي، يعني مو ولد اختي، كبر اصغر مني بسنه بسنتين. هذا اللي قاعد ولدي. ما سميه خالي، سميه حسين. هذا هو ولد هذا سمير. اي قاعد نلعب كوت وقاعد يصورونا بعدين صورونا قاعدين بالشاليه. هذا منصور ولدي، يعني قاعد قضي حالتنا شو كل شيء تقايسون بعض. هذا الدخلي يعني احنا يمكن قبل شوي قاعد نقول ان يعني اهل الكويت اهل يعني طلعات، يحبوا روحات الزوارات مثلا، يحبون السفر. فاليوم بالبدايه كان الموضوع شوي فيه صعوبه، لكن شنو ممكن الاشياء اللي الواحد يسويها داخل البيت من الناس اللي تقول نتملل ولا ملل ولا شو نسوي؟ والله ما في ملل. احنا هذا طلعنا رحنا الشاليه، الشاليه هدوء ما في اختلاط ولا في شيء. هذا ولد اختي اللي هو صديقي، يعني ولد اختي صديقي اصغر مني بسنتين، ما يقول لي خالي. بس قدام الناس اقول له عاد رزني شويه. وهذا اللي قاعد العب معاه كلهم عياله، يعني ثلاثه وعنده بنت. عياله كلهم ما شاء الله ضباط، والصغير ان شاء الله جاي بالطريق بعد. كلهم ضباط وكلهم يعني ما يقعدون عندنا نادر. بس شفت كل يوم عندك اقيسهم بالهذا كنا لأن اللي يطلع ويرجع لكم مرة ثانية لازم تطمنون إنه تمام. ما في روح من أحد يعطس على طول. بس قاعد كنا موجودين عاد منسين نفسنا، نلعب ونتحرك، نقعد شوية نسولف مع بعض، نلعب جنجفة، ناجر بعض، نقدر نسلي نفسنا. هذا مثل مساعة شفت لي فيديو وحده كاشخه لابسه سواري لابسه ما اعرف ايش، وهذا قاعده تقول قاعده تخيل نفسي رايحه عرس وقاعده والناس قاعده مكان طلعوا على العروس، تسك الباب وترد مره ثانيه تقول انا طالع بالصوت. بس والله الحين سلامنا صار كذي. وايد افكار يمكن موجوده، يعني حتى اليوم قاعد نشوف في ابداعات، يعني من الرجال نفسهم دخلوا المطبخ قاموا يسوون اكلات. يمكن الناس اللي ما كانت مجتمعه من زمان، فشنو الاستفاده اللي تحس من يعني هذه الازمه؟ اكيد اقول لك رب الضاره النافعه. نافعه بالنسبه للناس طبعا، خاصه للرجال. انا يعني اشد على ايدهم انهم هذه العوده للبيت، انك ترجع للحضن المكان الدافي اللي انت طبعا تربي عيالك، تقعد بين عيالك كذلك. حتى لو كانت مرأة يعني تكون مشغولة دائما، هني ترجع تقعد لمة الأسرة يكفي، لما طبعا كل واحد مع عياله. أما الناس اللي ما عندهم مثلا عيال، يعني مثلي أنا مثلا، يقعد الواحد في بيته يرتاح، عنده كتبه، عنده موسيقته، عنده هدوءه،
استرجع عنده الكتب اللي ما قراها، فرصته انه يقعد يقرا. ما فكرت ابو عبد الله ان هذه فرصه حلوه انك تكتب بما انه يعني لا عندي افكار بس ما يعني ما عندي موهبه شكل ذلك. والله يعني هذه فرصه ذهبيه بعدين شو اسمه اعطيها. انا عندي الافكار مثل ما تفضلتي. حاضر. لا اكتب. لا بكتب ان شاء الله. اشتاق حق السكواش يمكن. اي والله هو محروم من السكواش الحين صار لي الحين 3 أشهر ما لعبت والله. الربع الحين قاعدين ينتظروني والله ما قدرت لاني كان عندي التصوير وكذا شغله والحين بعد جاتنا قضيه الكورونا قعدنا بعد برا واحده. ان شاء الله للعوده ان شاء الله للسكواش والنشاط بعدين بالتنس الحين قاعد راح ان شاء الله بعد ما افتتحوا مركز التنس اي مركز ان شاء الله كل شيء راح يرد ان شاء الله كل شيء اشتد يا اشتد يا ازمه تنفرجي. نعم. يا رب احتاج نسهل بس نبي التعاون نبي الالتزام يعني ولك تفاؤلوا بالخير تجدوه. فاحنا عندنا هذا التفاؤل هذا الامل موجود عندنا بالكويت اهل فزعه مثل ما فزعتوا في المصائب الكبيره اللي فاتت. هذه مصيبه قد تكون ممكن اللي يقيسها ويقول لها مصيبه ممكن كبيره ممكن بس تستهير طالما عندنا احنا عزيمه. اكيد اكيد عزيمة شبابنا خاصة الشباب يا جماعة الخير لا يستهترون وخلنا نتعاون مع بعضنا البعض سواء كان وزارة الصحة ولا التجارة ولا الداخلية ولا الخارجية كلها يعني الله. يعني الله يكرمكم الدولة يعني صح ما شاء الله دكتور باسل نشد على ايدهم اي والله ما كل وزرائنا ورئيس الوزراء الرسمي كلهم على راسهم طبعا رئيس رئيس مجلس الوزراء نعم. طبعا على راسهم كلهم ابونا صباح اكيد وتوصيته يعني عندنا رجال دوله اشد على ايد الداخليه ابو عبد العزيز وزير الاعلام طبعا نعم. واحييه صراحه حتى اخوي ابو حمد يعني اخوي سعود بعطائكم من خلال هذا الجهاز الجميل الرائع انتم يعني ايش نقول يعني ما اقدر يعني امنح لان قد تكون شهادتي انا مجروحه اي والله لان هذا المكان يعني خاصه من نواحي التكلم عن هذا الحدث انما احنا نشد على ايدكم في نفس الوقت نوصي الاجيال والشباب انهم يلتزمون في بقاء في بيوتهم وعدم الاستهتار يعني التنكت والمسائل هذه احنا لاحقين عليها أكيد ممكن أكيد انما هذه ما يبي لها نقعد نضحك زياده عن اللزوم لان هذه في جد يعني شوفوا انتم شوفوا الدليل يعني ما نبي شنقول يعني ما نبي نتشمت نعم في بقيه بعض الدول اللي قاعده تموت في يموتون فيها بالالاف لا لانهم استهتروا يعني استهتروا فان شاء الله ما نوصل حق المرحلة من غير ذكر اي بلده ولكن صحيح. يا جماعه الخير احنا خاصه الشباب مثل ما احنا نشوفهم وقاعدين عندهم استعداداتهم يتطوعون وخلي يشدون حيلهم وما نبي استهتار لما تقول ان الدوله يا جماعه الخير قاعده ببيوتكم خلاص التزموا في البيت ما راح انا متاكد خلال هذا العدو راح ينهزم راح ينهزم ان شاء الله يا رب نعم. والله لا يطولها من شده ان شاء الله اشتد يا ازمه بس هي مثل ما قلت لك اسبوعين يصير التزام يصير التزام عقبها. خلاص بس احنا يعني قال 0-0 قال احنا 2 كم كويتيين يعني بس نلتزم يحكرون السالفه تنتهي كل السالفه يعني ان شاء الله لا يترجون ان شاء الله ان شاء الله احنا عندنا فيديو شباب نشوفه مع بعض خلينا نشوف عندنا هذا الفيديو ونكمل معاكم. مساء الخير وياكم اخوكم منصور حسين المنصور اكلمكم من البيت وتحديدا من البلكونه مثل ما انتم شايفين الشوارع فاضيه ان شاء الله نشوف الشوارع هذه مليانه مثل ما كانت قبل والمجمعات مليانه وعلى قولتهم يعني تعود الحياه الى مجاريها. الواقع لما اقعد مع ابوي يا عمتي الكبار يسولفون عن الغزو يقولون الوضع الحين أخطر من الغزو. في الغزو كانوا يعرفون عدوهم يشوفونه قدامهم بعيونهم
وعلى أساس هذا يعني يأخذون التدابير اللازمة. لكن الحين عدونا مو قادرين نشوفه ولا نعرفه هو شنو، ممكن بأي لحظة يحوش واحد شيء. فعلى هالأساس قالوا لنا ولزموا علينا إن نقعد في البيت، وحذرونا من أشياء من الفيروس هذا، وتلبية لنداء الوطن. اليوم كلنا نشارك في الحد من هذا الفيروس، وكل من مكانه. اليوم وزارة الصحة ما شاء الله لا إله إلا الله، وزارة الداخلية، الكل قايم بدوره، وإحنا كمواطنين كمدنيين واجبنا أن نقعد في البيت. هذا واجب جدا. وجه تحية حق منصور، حسين المنصور، هو قاعد يقول أنا موجود من بلكونة البيت وقاعد أقول لكم شوفوا الحظر، ماكو ولا سيارة. هذه هي الأجواء اللي قاعد يعيشونها كلها الكويت اليوم. إيه ما شاء الله عليه، وأخته كلهم يقعدون ينام بدري الحين أحسن شيء. ما كله أخته جابين بالبيت تقشمرون مع بعض ويضحكوا مع بعض ويقعدون الصبح. منصور ممكن ملتزم بعد ماخذ شغله بجمعيه كيفان. نعم يوصلون من بكره راح يصير عليهم لود اكثر ان شاء الله، راح يوزعون خلاص اعتقد راح يوقفون حتى الجمعيات. حتى الجمعيات راح تسكر. اي راح يكون من نظام التوصيل وهو نعم. اختار راح ان شاء الله، وهذا واجبهم يعني. يلا الله يقدرهم. هذا واجبهم، الله يقدرهم على فعل الخير يا رب إن شاء الله. إحنا نبي منكم كلمة نختم فيها هذا اللقاء، كل واحد يوجه كلمته للكاميرا، والمشاهدين دائما يتقبلون من حضراتكم لأن أنتم فنانين، لكم مكانتكم في قلوب الناس ولكم مكانتكم في المجتمع الكويتي. والله يعني قد تكون الكلمات بسيطة ولكن مؤثرة. أحب أقول إن هذا البلد نولدنا فيه وتربينا فيه، هذا الخير تنعمنا فيه، فعلينا واجب إحنا كمواطنين بغض النظر عن كون محمد المنصور بقد، إنما أنا إنسان كمواطن أحب بلدي عشان أحبها أكثر، يجب إن أنا أطيع أولي الأمر وعلى رأسها صاحب السمو الأمير المفدى ورئيس الوزراء والوزارة ككل، بالإضافة إلى السلطة، بالإضافة إلى وزارة الصحة طبعا، دكتور باسل، دكتور تور مثل ما قال عنه، إنما وزير الداخلية يعني كل الوزراء نطيع ما شاء الله، نطيع هذه الأوامر بحسن وليس باستهتار، إنما هذه مسؤولية بس تأكدوا كذلك. الله أقول يعني الله يبعد هذا الوباء أو هذا المرض مو بس عن الكويت، عنا إحنا كدول عربية خليجية على العالم، خلي ينقذنا والله معنا إن شاء الله. وهذا اللي أقوله. تسلم يا عبد الله. تفضل أستاذ حسين. محمد ما خلى شيء، بس أنا أقول إن شاء الله الله يرفع عنا الداء والبلاء إن شاء الله والوباء، ويحفظنا ويحفظ المسلمين ويحفظ ديرتنا ويحفظ البشر أجمعين يا رب. آمين. وكل اللي أقوله يا جماعة حمد ربكم على النعمة، حمد ربكم على النعمة، حمد ربكم كم كويتيين. شوفوا غيركم ايش قاعد يصير فيه، شوفوا غيركم ايش قاعد يصير، الدول المتقدمه شوفوا امريكا وغيرها والمانيا وايطاليا وغيرها، قولوا الحمد لله الحمد لله ان احنا كويتيين وبهالديره. تركوا عنكم الاستهتار والتطنز والاشاعات وهذا شنو، وتقطون النعمه وهذا مو عاجبكم. خلينا نتعاون، وهذا اللي انا عارفه عن الكويتيين والكل. احنا عيال قريه وكل من يعرف خيه، كلنا نعرف بعض. غلطتوا مره ثانيه لا تغلطون، واعتذرتوا لله بس لا تغلطون، ومثل ما قلت لكم عدوا للعشره قبل لا تغلطون او الصغر بس.
واحنا بخدمة الكويت انا وعيالي واخواني وطول عمرنا بخدمة الكويت وما زلنا اكيد والله يقدرني على فعل شكرا على وجودكم على انكم حرصتوا تكونون معنا اليوم رغم اجواء الحظر اكيد بس وصلتوا رسالة اليوم من خلال كل المشاهدين اللي قاعد يتابعونا ولبيتوا النداء ما قصرتوا يعطيكم الف عافية تحت امركم شكرا لكم شكرا محلية. لكم الف شكر لكم ايضا مشاهدينا ونتمنى لكم بقيه امسيه سعيده ونترككم في امان الله وحفظه ونرجع نلتقي بحضراتكم في الغد ان شاء الله تصبحوا على خير فما الله